الان النغمه الجديده الصفويه، النغمه الجديده الصفويه ما يقدر يقول لي انت شيعي فبالتالي لا يستطيع، فيلف ودور ويسميه صفوي. انت تعرف شنو الصفويه؟ طبعا اعرف. شنو الصفويه؟ اعرف يعني. على سؤال بس. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ يعني تجاوبك شنو الصفويه؟ جاوبني. الصفويه كره العرب وكره الصحابه وكره عمر الخطاب وهذا الصفويه. هذه الصفويه؟ نعم. من السؤال؟ هو ده. اللي هو؟ تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف. اتفضل. الله يخليك. ما تقرا التاريخ. لا ما تقرا التاريخ. هذا اسمح لي مو اسمعي. اولا الصفويه منسوبه الى صفي الدين الاردبيلي. والاردبيلي يا سيدي من اردبيل، واردبيل تتحدث اللغه التركيه. واسماعيل الصفوي ابوه حيدر تركي ويتحدث التركيه، ولا ديوان شعر اسماعيل الصفوي باللغه التركيه في مدح النبي وال النبي باللغه التركيه. مو فارسي. اسماعيل الصفوي جده الخامس اللي هو صفي الدين آمن بالتشيع، كان شافعي مثلي، كنت سني صار شيعي، صفي الدين مثلي سني صار شيعي. أنا أقول أن النهج اللي يقصدونه مو حقيقي. إسماعيل الصفوي أسس دولة قوية، قام سلطان سليم الذي كان أبوه يغزو أوروبا ويفتح دول أوروبا ويرفع المآذن في أوروبا، قام سلطان سليم بقتل أبيه والاستيلاء على الحكم، وقال لقد فصل الشيعة كذي، قال فصل الشيعة اسماعيل الصفوي عن اخواننا، فصلنا عن اخواننا في المشرق، وبالتالي ترك اوروبا وقعد يقاتل المشرق العربي. قاتل منو؟ قاتل الدولة الصفوية وقاتل المماليك، واستولى على الحجاز واستولى على مصر واستولى على الشام واستولى على العراق وترك اوروبا. قاتل الدول العربية وقاتل العرب من اجل الاستيلاء على المناطق العربية. هذا هو السلطان سليم. فبالتالي الصفويه التي 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 يتهمونها اتهامات شتى مو صحيحه. فقط هي لان اول دوله شيعيه قامت في ايران اتهموها، وعلى فكره اللي اقامها اتراك ما اقاموها.